لما منربي الجيل الجديد على الثقافة، لما منخليه يعرف قيمة الأشياء المحيطة فيه، قيمة الطبيعة، قيمة الثروات يلي عنا، سواء الثروات الطبيعية، الثروات السمكية، هذا الشيء بخليه هو لبعدين يقدر يكبر بطريقة صح ويحافظ عليها بطريقة صح. هذا كان مشروع تخرج، هلا بس قول تخرج ما تفكرون كتير كبار، مشروع تخرج من المدرسة لما يطلعوا من الصفوف الابتدائية على المتوسطة. ثلاث صباح هني أربعة، ولكن اليوم ثلاثة رح يكونوا معنا باستوديو رح يحكوا أكثر عن مشروعهم. رح أقول لهم صباح الخير، أهلا وسهلا، كيفكم يا حلوات؟ منيح؟ رح أقول لك هاي تاليا شيخ، كيفك؟ منيحة؟ هاي لانا خليل، وهاي لا ياسمين شبقلو. منيح؟ محمسين إنكم طالعين على التي في؟ قلتي لي إنه بس عرف عنكم، في عندك شيء بدك تخبرينا إياه وكثير مهم، تفضلي. اوكي، فنحن بدنا يكون تعملوا لنا فولو للانستغرام، بس نحن الجول تاعنا نحن الجول تاعنا مش تو جين فولورز، نحن تو جين بيبل ليساعدونا من المشن تاعولتنا. اوكي، نعمل سيف للبحر ونهتم فيه. اوكي، بس كثير حبيت الفكره. انت مش انه ما بدكم فولورز، انتم بس انه بدكم ناس تدعمكم. ايه، نحن بدنا الفولورز ليساعدونا بي ار ميشن. اوكي، لانا كيف هيك قررتوا انكم تروحوا انتم تنقوا هيدا الموضوع بالذات؟ فهي كان شوي فاني ستوري. كنا بالمدرسه والمس قالت يلا اليوم ننقي التوبيك، يعني نعمله بالبي واي بي اكس. اوكي، انا دغري فكرت بمارين لايف، وبتجي على عند تاليا وبتقول انا بدي اعمل مارين لايف على اكيد، وانا هيك انا كمان. وهيك انتوا اجتمعتوا، وكيف انت صرتي معهم؟ هي اجت لعندك انا كمان مثل تاليا وانا وجمعنا. طيب ليه حبيتوا تنقوا هيدا الموضوع؟ يعني بتحبي البحر، بتحبي السمك، بتنزلي اصلا على البحر؟ نعم، نحن اخترنا هيدا التوبيك لانه اول شيء بلبنان البوليوشن كثير عم بيزيد، وعم بيموتوا السمكات والمارين لايف انيمالز كثير. وثاني شيء لانه بالفاكتوريز في كثير انه كلايمت تشينج وجلوبال وورمينج وسي او 2 اميشن، في كثير منهم بلبنان، ونحن وي وونت تو ريديوس البوليوشن او اني ثينج يلي از هارمفل للحيوانات بالمارين لايف. okay. لانه هو الحيوانات المارين لايف هو اتس نيوتريشس لنحن، وكمان ذي جيف اس اوكسجين، مشان هيك بدنا نساعد المارين لايف. طيب تاليا، انتوا عملتوا انترفيو صح؟ نعم. ليه عملتوا انترفيوز ومع مين؟ نحن عملنا مع بارلمنت ريبريزنتيفز ومستر وضح صادق اسمه. اوكي، عملنا مع ان جي اوز وهيدا، وتعلمنا كثير اشياء منهم. اوكي، تعلمتوا شو؟ تعلمتوا انه لازم تحافظوا على هيدا الشيء، تعلمتوا انه لازم يكون في قوانين، او قلتوا لهم لازم ينصوا قوانين، مثلا هول الاشخاص يلي بكبوا زباله بالبحر او ما بحافظوا على البيئه النظيفه تبعنا لازم نحسبهم؟ نعم، لانه هن اذا انت بتعملي ريسبكت للاوشن ما بيعطيك ريسبكت باك، اذا انت ما عملتي له ريسبكت ما بيعمل لك ريسبكت، اذا بتعملي له ريسبكت بيعطيك فيش، بيعطيك كلين اوشن تو سويم ان. طيب في اهضم منكم انه انتم بتعرفوا صرتوا كل هيدي التفاصيل، لانا خبريني نزلتوا على عم شوف صور هلا عم يطلعوا على الشاشه، صور انتم نزلتوا على الشط، نعم. شو عملتوا؟ شو لانا خبرينا. فاخذنا هدول الشافلز وشبنا تراش، هدول كان في هولز بقلبهم للساند يروح منهم. اوكي، وضلوا تراش هونيك لانه تراش كبير بس الساند صغير. اها، يعني هول تولز خصوصي للشط صح؟ نعم، يعني مش انه انا فيني استعملهم بالبيت وهيك، ما بيمشي الحال، ما بيساعدوني. اوكي، قد ايه قعدتوا؟ قد ايه اخذت معكم وقت؟ اوكي، هلا مش كثير كان وقت، بس يمكن انه يمكن 5 دقائق شوي. حلو، بس لمعنا كثير تراش، وكان في كثير وسيجرتس وبلاستيك ويز وبلاستيك بوتلز، وكمان كان في انه سيجرتس كمان سموك. اوكي، كلهم شلتون وكلهم خلص ما بقى موجودين محل ما انتم عملتوا موست اوف ذم، هيك لان بعد في كثير اشياء معك. عملنا لهم سيبريت من الساند للتراش لنكبهم زباله لنعمل بريفنت للبوليوشن. اوكي، طيب شو تعلمتوا من هالنهار؟ شو تعلمتوا من هالتوبيك يلي نقيتوه؟ على كل حال تقول انه انتم تلاميذ اي سي صح؟ نعم. شو تعلمتوا من هيدا الشيء؟ انه نحن تعلمنا انه اذا نحن بنحافظ على شيء
بيعملنا ريسبكت باك، بس انه يعني انا امي لازم كانت بتقلي انه ما تكب تراش براطس ولا مره قالت لك مامي هيك؟ لح 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 لا مبلا قالت لي مبلا لح 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 بس مش عن الاوشن عن السياره انه عن ممكن السيارة. هي هيدي مزبوطه وين ما كان يعني مش بس سياره هلا صرت تعرفي انه وين ما كان وين ما كان صح؟ ما انا لما كنت صغيره كنت احس انه إنه what's the bad about it بس لما صرت أكبر و started to progress to learning عرفت إنه ممنوع نكب هيك لأنه بيعملنا مشاكل. لانا انت كمان يعني اليوم صرت تعرفي اكثر عن الموضوع، صرت تعرفي اكثر عن قد ايه بشع لما تقطعي قدام الشط وتلاقي كل هالاشياء موجوده. قد ايه زعلتي بس طلعتي لقيتي كل هالتراشز يلي شلتوهم؟ صراحه كثير هيك لانه بعد خلصنا شفت حدا عم بيخس من السيجارات وكبه. ما قلتي له شيء؟ ما كان فينا لان رحنا كنتوا فليتوا؟ لازم نحط لهم يمكن يافطه ما بعرف للكبار. معقول هيك نعمل؟ ما هيك؟ يلا طيب كيف رح تكفوا بعدين؟ اوكي سنين. كمان الانستغرام اكونت حنعمله وكمان انه حنعمل انه بيتش كلين ابس، حنحط انه بيتش كلين ابس يمكن افري مونث او افري ويك. كمان انه حنلم وح we're going to you know clean the ocean. وإذا شفنا إنه مارين أنيمال هو اتستانجلد أب بالتراش إنه مش إنه يعني خلاص ما we don't have it. كمان فينا نساعد وكمان على sidewalks كمان في cigarettes وتراش. It's not إنه بس لأنه نحن عم نعمل مارين لايف doesn't mean إنه بس منلم عن بالبحر. بكل المناطق والطرقات والطبيعة 100% والخضار in general. أنتوا كمان صبايا عملتوا غنية؟ yes. تعالي يا ولانا yes. شو كمان عن الثروة السمكية yes. شو بتسمعونا هيك شي صغير منا؟ مين بيبلش؟ فينا نقلك إياها كلها إذا بديك. طيب يلا تفضلي. أو على الواقف. طيب في أهضم من هيك؟ يلا. There are animals in the sea. I don't care now, listen to me. There are many animal species, and it all starts in the sea. Favorite animal is a fish, but I don't like when they throw their fists. Marine life is important to us. Thus, we protect it for sake of us. The past is left behind. Surely we can't make time rewind. Spreading awareness is the key. So don't waste your time harming the sea. We love to help animals. Don't forget that capital. Helping the sea is a priority. This is our job, and this is what we do. لا انتوا فظيعين يا صبايا بتاخذوا العقل. مين كتب الغنيه لانا؟ اثنيناتنا. لا 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 انتوا فظيعين. يعني الحلو انه اليوم انا عم شوف هيدا الجيل المهضوم يلي عم يتعرف على حضاره بلده يلي عم بحافظ عليها يلي بده اياها تكون حلوه. المهم انه تضل عندكم هيدا الحماس تخافوا على البلد. وبخبركم شيء، مين ما شفتوا على الطريق عم بكب شو ما كان، صغير او كبير او شاب او بنت او شو ما كان، شو بدنا نعمل؟ بدنا نوقفه. نحن بدنا نقول له اوعى تعيدها، صح؟ بس نحن مش بس لانه لقينا مارين لايف انه بس من نحافظ على مارين لايف. لا ما انا قلت على كل شيء. الانفايرمنت 100%. شكرا لكم يا حلوين ياسمين وتاليا ولانا، ثانك يو سو ماتش انكم جيتوا. تفضلي. Just because نحن اذا كان صغيره يعني اذا كان 5 years old او كبيره او teenagers او شو ما حدا، كمان فينا we can take responsibility. كمان we can be saviors لمارين لايف. اكيد لكل شيء even صغار في اكيد نعمل. مزبوط. هو نحن كلنا فينا نحافظ على هالجمال يلي ربنا اعطانا اياه بهيدا البلد صغار او كبار. انتم صحيح عمركم 10 سنين بس اللي عملتوه يمكن الكبار ما كانوا قادرين يعملوه. شكرا كثير لحضوركم معنا، انبسطت فيكم كثير انا. وجود لك هلا عندكم سمر تايم هلا منعيشها صح؟ نعم بالصيفيه وبنتسلى لحين على المدرسه.